الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. برحب بحضراتكم، حلقه جديده ويوم جديد من ايام المحترف. كالعاده خلاص احنا مركزين بشكل كبير جدا جدا، مصر كلها مركزه مع بطوله الامم الافريقيه كوت ديفوار 2023. حقيقه عندنا النهارده حلقه ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم، اكيد بنركز فيها على منتخبنا المصري ومشواره ان شاء الله باذن الله اللي هيكمل على خير في البطوله الافريقيه. ومن خلال متابعتنا الحقيقه، وخلاص حضراتكم عارفين ان الادوار يعني الخطوات الاخيره او المراحل الاخيره من انتهاء دور المجموعات خلاص في النهايه، والحقيقه البطوله بدات باثاره كبيره جدا جدا، وما زالت الاثاره متواجده في البطوله الافريقيه. ما بين قوسين علامات استفهام على طبعا بعض المنتخبات القويه، زي بنتكلم على منتخب تونس، منتخب الجزائر، حتى على مستوى منتخب مصر، مستوى ساحل العاج، الكاميرون، كل دي الاسماء الكبيره الحقيقه اللي كان عليها علامات استفهام على بدايه المشوار. ده دليل، ودايما بنقول ان خريطه الكره الافريقيه الحقيقه وبتتقدم بسرعه وبوتيره سريعه جدا جدا على مستوى المنتخبات، على مستوى الصف الثاني، ما بين قوسين الصف الثاني. وبنشوف اكبر دليل على اللي بقوله لحضراتكم ان خريطه الكره الافريقيه الحقيقه اتغيرت بشكل كبير جدا في السنوات الاخيره، وتيره وسرعه التطور في المنتخبات الافريقيه ذو المستوى الثاني والثالث اصبحت دلوقتي الحقيقه الفوارق متواجده، ولكن فوارق بدات تتقلص لحد كبير جدا جدا. مين يقول واحنا بنشوف قرعه منتخب مصر ووقوع منتخب مصر مع غانا، مع موزمبيق، مع الراس الاخضر، مين ساعتها كان يتوقع ان يعني يتصدر هذه المجموعه هو منتخب الراس الاخضر؟ يعني لو رجعنا كده مع حضراتكم كان في كل التكهنات بتتكلم اكيد مصر اول، غانا تاني، ويكون المركز الثالث ما بين موزمبيق والراس الاخضر. الحقيقه حتى مش مجموعه مصر بس، في مجموعات كثيره جدا جدا هتلاقي بعض المنتخبات اللي كان ليها في الماضي القريب يعني مستويات ضعيفه جدا، الان اصبحت من الفرق القويه واللي تعمل لها الف حساب. واكبر دليل ان احنا دلوقتي بقالنا يومين او ثلاثه بنتكلم ازاي هنلاعب فريق كاب فيردي، ازاي هنقابل راس الاخضر، فرقه مميزه هجوميا دفاعيا، عندهم لعيبه. الحقيقه كل دوت بتدل على الحقيقه تغير خريطه الكره الافريقيه بشكل كبير جدا جدا جدا. الحقيقه كمان في الفتره الاخيره او في خلينا نتكلم من امبارح، من امبارح لا حديث يعلو غير عن حديث رحيل نجمنا الكبير محمد صلاح بعد مباراه النهارده ان شاء الله اللي هتقام تقريبا كمان ساعتين او ثلاثه من دلوقتي، هيغادر لاستكمال علاجه في انجلترا. الحقيقه الخبر دوت يعني كلنا اتكلمنا عليه وكلنا كان بالنسبه لنا مفاجاه كبيره جدا جدا، هو انتقال محمد صلاح يعني استكمال علاجه في انجلترا. الدنيا الحقيقه قامت وما قعدتش، وكان كل الناس كانت منتقده هذا الخبر، وانا من الناس اللي انتقدوا هذا الخبر ومنتقد توقيت الخبر نفسه. طيب خلينا نتكلم على شويه حاجات الحقيقه مهمه جدا جدا في هذا الملف. مش على مستوى محمد صلاح بس كنجم كبير، نجم عالمي من افضل اللاعبين على مستوى العالم ونجم منتخب مصر، مش عنه بس، لكن هنتكلم على مثلث اضلاعه الثلاثه، بنتكلم على نادي ليفربول، وبنتكلم على اتحاد الكوره، وبنتكلم على اللاعب. الحقيقه الطبيعي جدا جدا اللي بيحصل في كل العالم. ايه اللي بيحصل في كل العالم لما بيحصل اصابه لنجم؟ اول حاجه الاصابه يعني حصلت في نهايه الشوط الاولاني في مباراة، أعتقد كانت في مباراة غانا. والطبيعي اللي بيحصل بعد المباراة بيكون في تواصل مباشر، زي ما بقول لحضراتكم هو مثلث ثلاث أضلاع، الضلع الأولاني طبعا اتحاد الكورة، الضلع الثاني النادي، الضلع الثالث هو اللاعب. الضلع الأولاني اللاعب جات له إصابة وتم تشخيص الإصابة إنها شد في العضلة الخلفية. اكيد بالتاكيد اللي بيحصل ان على طول اول ما حصل اصابه اكيد كان في اتصال مباشر ما بين الجهاز الطبي لفريق ليفربول وجهازنا الطبي في المنتخب، ده شيء اكيد وتم بشكل مباشر. ويمكن الجزء المهم في الموضوع دوت هي عمليه تشخيص الاصابه. تشخيص الاصابه خلي بالكم برضو ما بتبقاش في ساعتها، يعني ما بتبقاش التشخيص، اللعيب بيخرج
بعرف عنده ايه بالظبط. بتاخد شويه وقت علشان يتم بالظبط تفصيل او شرح الاصابه بشكل كبير. ده على مستوى الجهاز الطبي اللي قام بيه. عندنا جهاز طبي في المنتخب الحقيقه على اعلى مستوى، سواء على مستوى التقني على مستوى الافراد كلهم، يعني ذو كفاءه كبيره جدا جدا. الجزء الثالث اللي بتكلم عليه هو رد فعل فريق ليفربول. الطبيعي لما بيحصل حاجه زي كده بيقولوا ابعتوا لنا التقرير او ابعت لنا الحاله والتشخيص. الكلام ده بيحصل ما بين الجهازين الطبي للمنتخب والنادي. في حالات كتيره جدا جدا ليفربول ممكن جدا يبعت يعني طاقم طبي علشان يطمن على اللاعب في مكان تواجده وياخد تقرير مفصل بحاله اللعيب، وبينقل دوت للاداره الفنيه اللي بتتخذ قرار اذا كان ممكن اللاعب يكمل مع منتخبه او من الافضل يرجع لناديه. كل ده انا ما اذكرش اسماء، ده الشكل الطبيعي اللي بيحصل. الحقيقه اللي حصل يعني حصل حاجات مختلفه تماما. اولا احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش هي ايه الاصابه الحقيقيه لمحمد صلاح، لسه لغايه دلوقتي بيقول لك لا اصابه شد، لا ده مزق، لا ده شد. لغايه دلوقتي ما فيش قرار واضح او يعني حاجة خارجة من الاتحاد المصري لكرة القدم بيقول ان محمد صلاح كانت اصابته 1 2 3. ده لغاية دلوقتي ما حصلش. الجزء الثاني لو حتى في اتفاق ما بين ادارة الاتحاد او اتحاد الكورة مع ليفربول بعودة اللاعب، اظن كان من الطبيعي جدا ان ده يحصل من خلال التنسيق ما بين اتحاد الكورة وليفربول. اتحاد الكورة اتحط في يعني في زنقة وفي موقف صعب جدا ان يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اعلان اتحاد الكرة بيانه بانتقال محمد صلاح او سفره لانجلترا، الراجل طلع يوجن كلوب قال لك محمد صلاح هيكون موجود وهيرجع لاستكمال علاجه. وده حط الحقيقه اتحاد الكرة في موقف صعب جدا، وبالتالي اضطر اتحاد الكرة بعديها بساعتين او ثلاثه يطلع البيان اللي حضراتكم شفتوه. الجزء الثالث والاخير جزئيه اللاعب. من حق اللاعب، ما يقدرش اي نادي في العالم يجبر اللاعب. ده طبعا القرار او اللي طلع من اتحاد الكوره ان هو محمد صلاح هيسافر انجلترا بعد مباراه النهارده ان شاء الله امام كاب فيردي. التصريح ده او البيان ده ظهر تقريبا بعد ساعتين من البيان او من خلال المؤتمر الصحفي اللي كان قاله يورجن كلوب. هنيجي للضلع الثالث، هو اللاعب. اللاعب من حقه يقول لك انا لا، انا ممكن جدا اتواجد، ممكن جدا انا هعمل كل مجهودي ان انا متواجد مع منتخب بلدي وهكون موجود لنهايه المشوار وهكمل مشوار العلاجي هنا في المنتخب. او هيقول خلاص تمام، انا ممكن جدا من الافضل ليا ومن الافضل كمان من وجهه نظره من الافضل للمنتخب ان انا اروح اتعالج واتعالج، ممكن يكون الوتيره اسرع شويه واجي الحق يعني الادوار النهائيه. الحقيقه انا شايف من وجهه نظر الشخصيه ان ده قرار، اعتقد قرار يمكن لم يوفق فيه محمد صلاح على المستوى الشخصي. لسه اتحاد الكوره طبعا ليفربول هو بيعمل لمصلحته، الراجل عايز محمد صلاح يتعالج عنده علشان عنده مباريات كثيره جدا جدا، عايز يطمن على اللعيب بتاعه. انتوا عارفين اللعيب قيمه كبيره جدا، اسد كبير، فلوس كتيره جدا بتدفع له، وبالتالي ليفربول بيقوم باقصى مجهوده عشان يحافظ على اللعيب ويتواجد معه في انجلترا. الاتحاد المصري علامات استفهام على زي ما بقول لحضراتكم التنسيق ما بين ليفربول وما بينه، عمليه ان لغايه دلوقتي ما كانش فيه شفافيه او ما كانش فيه حاجه واضحه هي اصابه محمد صلاح وهتاخد قد ايه. يعني لو اتحاد الكوره بعديها بيومين او بعديها بيوم قالك اصابه محمد صلاح اصابه عنده شد هتاج 14 يوم ومن الافضل لمحمد صلاح والمنتخب ان يتم علاجه في انجلترا. تخيل لو الموقف ده حصل من اتحاد الكوره، البيان ده طلع مفيش 24 ساعه او 48 ساعه بعد اصابه محمد صلاح، اعتقد كانت الامور هتتغير بشكل كبير. ده جزئيه اتحاد الكوره. جزئيه صلاح زي ما بقول لحضراتكم، يعني انا لو مكانه او اي حد مكانه اعتقد كان ممكن يقول لا يعني انا هكمل علاجي هنا، انا عندي ثقه في الجهاز الطبي هنا موجود وكل الثقه موجوده في الجهاز الطبي للمنتخب. لكن وجوده كان مهم جدا جدا في الفترات ديت مع منتخب مصر، وخاصه ان احنا بنمر بازمه على مستوى حتى الصعود لدور ال 16. هقف عند ديت واقول نخلي بالنا برضو كاعلام جمله او اجمالي ان انت بتتكلم ان ده منتخب صلاح مش منتخب مصر. الحقيقه انا بلوم فيه كلنا، يعني كلنا ليه نتلام اذا كان سوشيال ميديا او اعلام او لان الحقيقه احنا نغفل ان المنتخب مصر مش هو بس محمد صلاح، ومحمد صلاح جزء من المنتخب، لكن احنا عندنا 26 بطل او 27 مقاتل
كانوا موجودين وكل التركيز وكل الكلام، ما فيش شك على محمد صلاح، ولكن احنا دي بتاخدنا قوي، بتاخدنا قوي لدرجه ان احنا بننسى الاهم وهو منتخب مصر. مصر فوق الجميع يا جماعه، ولازم احنا دايما يكون تركيزنا هو منتخب مصر، ومش عايزين الموجه تاخدنا ويبقى الحديث على محمد صلاح وقراره ورجوعه. طب ايه، طب ده كويس، طب ده وحش. الحاله اللي احنا فيها دي الحقيقه لازم تستلزم من الجميع هو الوقوف امام منتخب مصر. المصلحه الاولى والاخيره في واللي احنا كلنا وراها هي مصلحه منتخب مصر. اكيد محمد صلاح مهم بالنسبه لنا، لكن محمد صلاح كمان جزء وجزء، يعني اكيد مهم، ولكن جزء من منظومه كبيره ومن لعيبه كبيره جدا ومن بعثه كبيره بتمثلنا كلنا، تمثل اكتر من 110 مليون بيمثلوا مصر. فاكيد كل الدعم لمنتخبنا. اكيد محمد صلاح عنده بعض القرارات الصائبة، بعض القرارات الخاطئة، وهذا القرار من القرارات الخاطئة في يعني في تاريخ محمد صلاح. أعتقد كان من الأولى أنه يبقى في ساحل العاج يساند فرقته، حتى لو شوية الإصابة تأخرت شوية، لكن المواقف الحقيقة لازم تكون مواقف صارمة. أنا راجل موجود في منتخب مصر بساند المنتخب، أنا كابتن فرقة، لازم أكون موجود مع المنتخب في الأوقات الصعبة ديت. هتأثر شوية، ممكن غيابي يطول شوية، لكن أنا حاجي على الحتة دي كمان علشان خاطر بلدي وعشان خاطر منتخب بلدي. أكيد دوت من وجهة نظر الشخصية ما كان يجب أن يقوم به محمد صلاح، لكن نقطة من أول السطر، النقطة دي تتحط. محمد صلاح خلاص عرفنا كل الحدوته بتاعته وكل التفاصيل بتاعته من دلوقتي. خلاص انا بتكلم ساعه ونص قبل بدايه مباراه مهمه جدا جدا في تاريخ هذا الجيل، مباراه ان شاء الله باذن الله انا على المستوى الشخصي متفائل. بعض الناس بتقول افضل ان محمد صلاح يمشي عشان الفريق لاعب احسن، الكلام ده كله يعني كله كلام وكله ما فيهوش اي نوع من انواع يعني الجديه بشكل كبير. عندنا فرقه كويسه، عندنا فرقه كويسه، ولكن احنا كمان هنقابل فرقه كويسه، فريق الراس الاخضر. عندنا المشوار طويل، عندنا المشوار طويل، لكن زي ما بقول لحضراتكم نقفل، ارجوكم نقفل الصفحه على موضوع محمد صلاح وانتقاله وعلاجه، ده عمل، ده سوى، ده ايه. خلينا مركزين في منتخب بلدنا، خلينا مركزين مع الابطال الموجودين هناك، خلينا داعمين لمنتخبنا لاخر لحظه والاخر دقيقه، لان هو ده الحقيقه، هو ده المطلوب مننا دلوقتي، هو ده المطلوب مننا دلوقتي. نخلي كل انتقاداتنا وكل آرائنا المؤيد والمعارض لقرار محمد صلاح ده على جنب ويتنسي تماما خلال الفترة اللي جاية. إن شاء الله بإذن الله منتخب مصر يصعد لدور الستاشر، ومن هنا تبدأ الرحلة إن شاء الله، الرحلة الحقيقية لمنتخب مصر للحصول على النجمة التامنة، ويسعدونا ويرجعوا لنا أبطال إن شاء الله. بس خلونا نروح بقى كمان لشويه اخبار لنادينا الاهلي العظيم. احنا طبعا بنتكلم اكيد على الحدث الاكبر لمنتخب مصر، لكن ما ننساش طبعا نادينا العظيم. الحقيقه النادي الاهلي بيختتم خلاص استعداداته وبيواجه فريق الاخدود السعودي بكره ان شاء الله في رحلته ومعسكره في الامارات. والنادي الاهلي اختتم النهارده العصر، اختتم تدريباته على ملعب الحمريه باماره عجمان في الامارات، ده في إطار طبعا التحضيرات للودية إن شاء الله بكره إن شاء الله مع نادي الأخدود السعودي. بكره إن شاء الله بتوقيت القاهرة الساعة 3 العصر هيكون مباراة الأهلي وأخدود السعودي. كولر المدير الفني للفريق يعني عمل اجتماع مع اللاعبين قبل بداية المران، يعني لمدة 10 دقائق كده، وبدأ التدريبات على المستوى البدني وعلى المستوى الفني وتحت إشراف طبعا أندريس أندويا مخطط الأحمال. وكالعادة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، يعني الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فترة تدريبية متنوعة، وباقي الفريق الحقيقة اتمرنوا تمرينات على مستوى التسخين والتمرينات التأهيلية قبل ما يختم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية يمكن شارك فيها جميع اللاعبين. حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي يعني في معسكر اعداد للمرحله اللي جايه باذن الله في اماره عجمان بالامارات تحت رعايه شركه لارز للتطوير العمراني، احدى شركات مجموعه الجويش للاستثمار، اللي الحقيقه اصبحت كمان راعي ينضم الى الرعاه الرئيسيين لمعسكر الفريق بالامارات. مهم جدا كمان ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اجتمع مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، و يعني قبل طبعا بدايه المران النهارده. والكابتن كالعاده كابتن محمود الخطيب دايما حريص على الحديث مع اللاعبين
على كمان أهمية المعسكر، ضرورة إن شاء الله بإذن الله الاستفادة الكاملة من هذا المعسكر اللي تنعكس إيجابيا على مشوار النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. عندنا مباريات كتيرة جدا، عندنا مسابقات، عندنا تحديات كبيرة جدا في الفترة اللي جاية بعد عودة المنتخب. كابتن محمود الخطيب حضراتكم عارفين انه وصل ظهر اليوم لمعسكر الفريق، اجتمع مع كابتن كمان خالد بيبو مدير الكوره بمقر اقامه الفريق، وبيطمن على كل الاجراءات والاجواء العامه للمعسكر وكافه الترتيبات اللازمه للجهاز الفني والاداري والطبي، والعمل على توفير كل الاجواء المثاليه الحقيقه لنجاح هذا المعسكر في اطار زي ما بقول لحضراتكم الاستعدادات للارتباطات سواء على المستوى المحلي الدوري والكاس وعلى مستوى الافريقي، طبعا على مستوى بطوله افريقيا، ومنافسات قويه جدا 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 ينتظرها النادي الاهلي في يعني الشهور القادمه. كابتن محمود الخطيب يمكن كان متواجد في دوره الامارات الشقيقه يمكن الاسبوع اللي فات عشان بيستلم جائزه الاهلي يعني جلوب سكر، مسابقه كان النادي الاهلي كالعاده بيفوز كافضل نادي في الشرق الاوسط، وكان مراسم احتفال الحقيقه في دبي على اعلى مستوى. دي كانت الدوره ال 14 لجائزه الجلوب سكر اللي اقيم مساء الجمعه الماضي الحقيقه. ودلوقتي اعتقد كمان معانا فاروق صلاح يا جماعه، معانا طيب كويس، معانا فاروق صلاح من الامارات للحديث طبعا عن معسكر فرقتنا، استعدادات كمان لمباراه بكره امام اخدود السعودي، نتعرف على كل دوت من خلال طبعا زميلنا ومراسلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الفل عليك. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن هاني رمزي، برحب بيك كابتن هاني، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا على يعني معسكرنا هناك، الامور ماشيه ازاي، استعدادات لمباراه بكره ازاي، الجو العام واستعدادات، وخاصه وجود لعيبه كثيره من قطاع الناشئين او من اولادنا في القطاع متواجدين في هذا المعسكر. يعني يا كابتن هاني تقدر تقول النهارده كان اليوم الثالث للنادي الاهلي هنا في الامارات، وبالتحديد اماره عجمان ادى الفريق تدريبه الثالث، يعني كان التدريب الاول على ملعب الحمريه، واحد من الملاعب اللي لقى استحسان مستر كولر. يعني اول يومين السبت والاحد الماضيين النادي الاهلي كان بيخوض تدريباته على ملعب نادي شرطه عجمان، ملعب صغير، ابعاد الملعب صغيره تقدر تقول قريبه شويه من ملعب استاد السلام، لكن مستر كولر فضل يعني تغيير الملعب، محتاج ملعب اوسع، عايز يطبق بعض اساليب اللعب، وعايز اللعيبه الناشئين اللي يعني خليني اكد لك ثقته فيهم، ثقته في العناصر اللي تم اختيارها. اعتقد يعني حضرتك واحد من كباتننا وقريب جدا من هذه الامور، عارف عندنا قطاع الناشئين والعين الجهاز الفني محطوطه على بعض العناصر المهمه، ففضل ان هو يغير ملعب التدريب وخلاص تم الاستقرار على هذا الملعب، ان النادي الاهلي هيكمل كل تدريباته خلال فتره المعسكر على ملعب الحمريه، ملعب بيتميز بالمساحه تقدر تقول مناسبه لمستر كولر لفكره لاسلوب للعبه، ارض الملعب بريئه ايضا يعني حاجه نموذج بصراحه، كل التفاصيل اللي محتاجها الفريق في هذا الملعب اعتقد موجوده بالنسبه لمستر كولر. تدريب النهارده زي ما حضرتك اتكلمت برضو يا كابتن هاني على تواجد الكابتن محمود الخطيب اللي حضر اليوم الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي، اجتمع بالفعل مع الكابتن خالد بيبو، اجتمع مع مستر كولر. مستر الكابتن خطيب خلال على مدار الايام الماضيه طبعا لتواجده هنا وتكريم النادي الاهلي كافضل نادي في الشرق الاوسط طبقا لجائزه واختيارات جلوب سكر، كان متواجد يعني بعد انتهاء التكريم وحضور هذا الحفل حاضر لمقر اقامه الفريق. على مدار الايام الماضيه كان الكابتن خطيب دائم الاتصال بالكابتن خالد بيبو بيطمن على كل ظروف البعثه، النهارده حضر الكابتن خطيب اجتمع معاهم، اجتمع مع اللاعبين في يعني قبل انطلاق التدريب، ادى كلام مهم جدا ورسائل مهمه جدا للعيبه الناشئين، قال لهم الفرصه ما بتجيش بالسهل، كل لاعب فيكم لازم يستغل الفرصه، وحضرتك طبعا يا كابتن هاني عارف ان في نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي الفرصه تجيلك صعبه جدا، خاصه ان انت عندك لعيبه مهمه جدا موجوده مع المنتخبات الوطنيه، كل لاعب فيهم يعني بنقول بلغه الكوره كل لاعب فيهم فرقه لوحده، لكن يعني فرصه امام اللعيبه الناشئين
الكابتن الخطيب اشاد طبعا بالروح اللي لامسها واللي شايفها سواء من اللعيبه الكبار وكباتن النادي الاهلي. وحضرتك طبعا يا كابتن هاني عارف قيمه اوضه اللبس في النادي الاهلي، دور الكابتن رامي ربيعه، عمرو السوليه، اكرم توفيق، قفشه، طاهر، محمد طاهر، ودورهم مع اللعيبه الناشئين اللي اعتقد خلاص مش عايزين نقول اللعيبه الناشئين، لان خلاص اي لعيب فيهم مستر كولر النهارده بيتكلم معاه انا وقت محتاجك هتكون موجود في الملعب، لازم تستغل كل دقيقه. الكابتن الخطيب قال لهم لازم تستغل كل دقيقه وانت موجود في المعسكر، كل تفاصيل تركز مع المدير الفني. اعتقد كلام مهم جدا. طبعا زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني ان غدا ان شاء الله هتكون اولى المباريات الوديه لفريق النادي الاهلي امام فريق الاخدود السعودي. حضرتك عارف ان مستر كولر واحد من المدربين اللي دايما بيفرض النظام المباريات الرسميه هو على المباريات الوديه، يوم اكنك انت راح تلعب مباراه بكره في دوري ابطال افريقيا او في الدوري خلاص ليها طقوس، نفس التفاصيل، بيركز على كل الامور، موصل للعيبه ان انا مش راح العب ماتش ودي، لا انا عايز كل لعيب يثبت نفسه يوم بعد انتهاء التدريب. اليوم اللعيبه تناولت وجبه العشاء، مستر كولر كلامه كله مع اللاعبين، خلاص تفاصيل اليوم غدا باذن الله، الغد باذن الله، استعدادا لهذه المباراه، كلامه مع اللاعبين ده كانك مباراه رسميه، خلاص تركيز تام من مستر كولر، تركيز كامل من كل اللاعبين خلاص لهذه المباراه. طبعا المباراه كابتن هاني هتكون في تمام الساعه الخامسه بتوقيت الامارات، الثالثه بتوقيت القاهره. بعض التفاصيل بقى التنظيميه الخاصه بهذه المباراه، خليني اقول لك ان هيتم فتح ابواب الاستاد، او المباراه خلاص مفتوح ابواب الاستاد لكل الجماهير، هيتم فتح ابواب الاستاد، استاد اتحاد كلباء اللي هيستضيف احداث اللقاء، هيتم فتح ابواب الاستاد في تمام الساعه الثالثه عصرا قبل موعد المباراه بساعتين، الثالثه عصرا بتوقيت الامارات، الواحده ظهرا بتوقيت القاهره. تم تحديد اسعار تذاكر المباراه، يعني الدرجه الاولى هيكون 70 درهم، الدرجه الثانيه هتكون 50 درهم. خليني اقول لك توافد كبير من جماهير النادي الاهلي المقيمين هنا في الامارات العربيه، في ناس جايه من ابو ظبي، جايين من دبي، من الفجيره، جايين من الشرق، الجميع خلاص يعني ان شاء الله يوم يكون كده في حب النادي الاهلي، الجماهير ان شاء الله تكون موجوده على يعني على موعدها مع النادي الاهلي. نقطة مهمة تانية يا كابتن هاني، واعتقد ان حضرتك يعني توافقني في هذا الامر، توقيت المعسكر كان مهم جدا للاعب زي وسام ابو علي، يعني وسام ابو علي واحد من اللعيبة اللي ظروف تعاقد النادي الاهلي مع وسام ابو علي قدرت ان يكون في فترة معسكر بتكون بهذا يعني في التوقيت ده وفي الظروف دي، تقدر انها تخلي وسام ابو علي ينسجم مع لعيبة النادي الاهلي، يقرب اكتر من لاعبي النادي الاهلي، ساعدته في امور كتير جدا في هذا التوقيت وتوقيت المعسكر. تشوف وسام ابو علي خلاص بدا ينسجم مع اللاعبين، طبعا دور كبير جدا لرامي ربيعه وعمرو السوليه وطاهر محمد طاهر مع وسام وانتوني مودست، فبالتالي توقيت المعسكر ويعني ايضا يعني الامور اللي قايم بيها الشركه المنظمه لمعسكر النادي الاهلي، سواء شركه 6 ياردز المنظمه للمعسكر او شركه لارز للتطوير العمراني الراعي الرئيسي للنادي الاهلي، موفرين مكان مناسب جدا، ملاعب التدريب، كل الامور التنظيميه الخاصه بهذه هذا المعسكر، يعني لقت استحسان الجهاز الفني، اللاعبين، الكابتن الخطيب، فاعتقد انها تكون بدايه لتعاون في اطر تعاون في الفتره القادمه باذن الله. ان شاء الله يا فاروق، وزي ما انت بتقول معسكر، اعتقد معسكر ان شاء الله ناجح بكل المقاييس، اهدافه واضحه، ومن ضمن يمكن اهم اهدافه زي ما انت قلت دخول اللعيبه الجديده زي وسام ابو علي، كمان فرصه ذهبيه لاولادنا في قطاع الناشئين ان يتشافوا بشكل كويس متواجدين مع الفريق الاول، كل واحد يظهر امكانياته، لان زي ما بقول لك ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كمان هيكون باذن الله قطاع الناشئين في النادي الاهلي هيكون هو الداعم الاول للفريق الاول. طمنا على المصابين، هل في اصابات؟ هل كل الفرقه جاهزه؟ تاهيل بعض اللاعبين؟ طمنا على الجزئيه دي يا فاروق. نقطة في غاية الأهمية يا كابتن هاني، عايز أطمنك على واحد من اللعيبة اللي بعتبره واحد من أهم مكاسب هذا المعسكر بعد عودته من الإصابة، وهو اللاعب كريستو. كريستو على مدار الثلاث أيام بيظهر بشكل مميز جدا، جلسة مستر كولر مع كريستو فرق كتير جدا، يعني كريستو واحد من اللعيبة اللي كان غاب عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية لظروف الإصابة، شايف كريستو بيظهر بشكل مختلف تماما. طاهر محمد طاهر واحد من أهم وأميز اللاعبين في معسكر
للنادي الاهلي، الى طبعا وجود عمرو السوليه اللي اعتقد عودته، يعني النادي الاهلي افتقد قيمه عمرو السوليه في خط وسط النادي الاهلي في الفتره الماضيه، عودته طبعا بعد الاصابه ورجع شارك في بعض الاجزاء من المباريات فتره المعسكر كمان، ادت يعني تقدر تقول امور كتير جدا بالنسبه لعمرو السوليه، اكرم توفيق وكريم فؤاد محمد مجدي قفشه كافه اللاعبين اللي بنقول عليهم اللي هم القوام الاساسي ليه مستر كولر. في نفس هذا الاطار ان يعني حاولنا نطمن برضو من دكتور احمد جاب الله على اللعيبه المصابين، الحمد لله احنا المعسكر بدون اصابات الحمد لله يعني من كافه اللاعبين، لكن بنطمن من خلال دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي على اللعيبه المصابه المتواجده في القاهره، ويعني التعامل او التعاون والمتابعه الدقيقه من دكتور جاب الله لكافه اللاعبين. خلينا احسم لك بعض الامور يا كابتن هاني برضو من خلال حضرتك، ان يعني باكد لك خلاص يعني رضا سليم، سواء رضا سليم، احمد عبد القادر، محمود متولي، احمد نبيل كوكا، بالامس طبعا الدكتور جاب الله كان بيطمن عليهم بيشوف الاشعه اللي تم اجراءها للاعبين والفحوصات، خلاص تقدر تقول ان احمد نبيل كوكا خلاص يعني فك الجبيره اللي كان بيرتديها خلال الفتره الماضيه يعني بعد اصابته مع المنتخب المصري. خليني احسم لك امور مهمه جدا ان كافه اللعيبه المصابه هتكون جاهزه للمشاركه رسميا مع النادي الاهلي، من سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه الطبيه، خلال مباراه ان شاء الله اللي هتكون بدايه مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، مباراه شباب بلوزداد، مع عوده الفريق ان شاء الله من معسكر النادي الاهلي في هنا في الامارات، العوده الى القاهره تقدر تقول ان اللاعبين تبدا تاخد اجزاء من المران الجماعي لفريق النادي الاهلي، وتقدر تقول ان شاء الله ان يعني بعوده هؤلاء المصابين النادي الاهلي يكون خالي من الاصابات. عوده رضا سليم هتكون اضافه قويه جدا لفريق النادي الاهلي، عوده محمود متولي، عبد القادر، احمد نبيل كوكا تدي مرونه اكتر لمستر كولر طبعا، ويكون كل العناصر الموجوده اللي معاه. عايز اكد برضو من خلال حضرتك، وانا بستغل هذا الامر اللي لقرب حضرتك من الاحداث خاصه في اللعيبه الناشئين، مستر كولر خلاص بيضع عينه على مجموعه من اللعيبه المميزه في قطاع الناشئين في المراكز اللي النادي الاهلي من ممكن يحتاج منها تدعيم، وزي ما حضرتك قلت ان القطاع الناشئين في النادي الاهلي هيكون هو الرافد الاساسي، ويكون هو اللي يعني المنبع الاساسي لفريق النادي الاهلي، الشغل اللي يعني اللي شغال عليه مجلس اداره النادي الاهلي هيكون هو نتاجه ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله. كابتن هاني فاروق صلاح، بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والفيدباك الرائع اللي بعثتنا وبعثه النادي الاهلي في الامارات، كل التوفيق لفرقتنا النهارده. يعني قبل ما عندنا كلام كتير، والنهارده ان شاء الله معانا ضيف عزيز، الضيف طبعا الناقد الرياضي محمد البرمي، عشان نتكلم في كل احداث منتخبنا. تعالوا نروح سريعا لبعض اخبارنا المهمه قبل ما نستقبل ضيفنا. نبدا بخبر يعني احداث مؤسفه بعد مباراه المغرب والكونغو. الحقيقه امبارح وقعت بعض الاحداث المؤسفه بعد نهايه المباراه، مباراه المغرب وجمهوريه الكونغو اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. اشتباكات ما بين اللاعبين، اشتباكات بالايدي ما بين الطرفين اللاعبين الحقيقه، وتواجد وليد الركراكي مدير الفني للمغرب في اداره او في دائره الاحداث بعد ما قام طبعا اللاعب الكونغولي شانيسل بتوجيه عبارات مسيئه للمدرب الاسود. تواصل الشجار ما بين عدد من اللاعبين الحقيقه حتى غرف خلع الملابس، فيما سارع طبعا فوزي لجع رئيس اتحاد الكره المغربي لاحتواء الموقف وتهدئه الاوضاع. فتح الاتحاد الافريقي الحقيقه لكره القدم تحقيق لمعرفه اسباب هذه الاحداث المؤسفه اللي يعني كانت بعد مباراه المغرب وجمهوريه الكونغو. قال وليد الركراكي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء يعني ما لا يجب تهويل الامور، كان من الممكن تفادي هذه الاحداث، وقال ان المباراه كانت مباراه يعني صعبه بسبب قوه يعني الفريقين والطقس الحار والتنافس المحتتم في هذه المباراة، وبالتالي كان يجب علينا نعتذر سويا عما حدث. نروح لخبر من مدريد، بيريز، لخبر آخر، وبنتكلم على أزمة محمد صلاح الحقيقة، وكان مهم جدا ان احنا نتكلم حول محمد صلاح الخاص بأزمته ورحيله عن المنتخب بشيء يمكن مماثل ليه الى حد ما، وهو طبعا نصير مزراوي. نصير مزراوي نجم بايرن ميونخ اللي اتصاب الحقيقه في مع المغرب، ويمكن رفض طلب النادي الالماني بعودته من استكمال علاجه وفي المانيا. الحقيقه مصدر جوه الاتحاد المغربي قال ان بايرن ميونخ بعت فريق طبي لفحص مزراوي، تاكد هذا الفريق الطبي انه يعني بحاجه لمزيد من الوقت
ليكون جاهز وأن عليه استكمال التأهيل داخل ناديه. إلا أن وقف عندها إلا أن الاتحاد المغربي واللاعب رفضوا طلب البايرن. المصدر أوضح أن مزراوي عنده رغبة كبيرة جدا جدا في البقاء مع أسود الأطلس الحقيقة، ولا يوجد ما يفرض عليه العودة لبايرن ميونخ في ظل رعايته من جانب طبيب المنتخب. اللي عايز يربط ده بمحمد صلاح أكيد الناس هتربط ده بمحمد صلاح. مزراوي من اللعيبة الكبيرة جدا جدا، من اللعيبة المهمة، اتصاب في المغرب زي ما بقول لحضراتكم الخطوات اللي بايرن ميونخ بعت فريق طبي هناك، راح الفريق الطبي كشف عليه قال له لا انت محتاج وقت طويل عشان تعود تاني، من الافضل ليك العودة الى النادي عشان تتأهل. فالقرار هيكون لمين؟ القرار اولا الاتحاد المغربي قال لك لا الراجل ده احنا بنرفض عودته وهيكون متواجد. طب اللعيب كمان، اللعيب اكد رغبته في البقاء مع فرقته لنهاية المشوار، وانه عنده ثقة وانه هيتعالج من خلال منتخب نجوم او منتخب المغربي الكبير، وانه متواجد مع الفرقة لنهاية المشوار. قد تربط الاحداث الشبيهة ما بينه وما بين محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم على جانب النادي لمصلحته. بايرن ميونخ بعد طاقم طبي كشف على الراجل قال له لا انت محتاج وقت ومن الافضل ليك تيجي معانا. ده بالنسبة لبايرن ميونخ. نفس القصة اعتقد ليفربول كان ممكن جدا يبعت بعثة طبية تشوف الأمور إيه. طيب على جانب اتحاد الكرة المغربي، اتحاد الكرة المغربي الناس بتوع بايرن ميونخ بتوع ألمانيا قالوا له لازم يرجع. الاتحاد المغربي قال له لا ده مهم إن احنا يكون متواجد مع فرقته. طب اللعيب، اللعيب كمان قال لا أنا مصر إن أنا أكمل علاجي هنا واستمر مع فرقتي لنهاية البطولة، ولك الاختيار عزيزي المشاهد. طيب خبر آخر، جمال بالماضي طبعا بيدافع عن محرز. تاني بعض التشبيهات ما بين محمد صلاح ومحرز ووجوده في المنتخب. يعني الراجل بيقول انه يعني متمسك الحقيقة كمان، يعني جمال بالماضي بيتمسك بالامل وفي ان المغرب اكيد او الجزائر بتمر بظروف صعبة اكيد شبيهة بظروف منتخب مصر، ونجمه الكبير رياض محرز بيتعرض اكيد كمان لانتقادات كبيرة جدا جدا شبيهة باللي بيتعرض ليها نجمنا الكبير محمد صلاح في الفترة الأخيرة. جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري قال إن فريقه يتواجد في وضعية تسمح له بالفوز أمام موريتانيا بكرة إن شاء الله في الجولة الختامية من دور المجموعات بكأس أفريقيا، وقال إني أرى أن فريقه استعد بشكل جيد، وصحيح إننا خدنا مباراتين صعبتين لكن للغاية في أجواء صعبة جدا ومناخية وأجواء صعبة، لكن احنا جاهزين للمباراة القادمة بنسبة 100% وسنفوز بها بإذن الله. ده على لسان جمال بالماضي يعني المدير الفني لمنتخب الجزائر عن غياب الثنائي إسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني أمام موريتانيا. قال يعني في الوقت دوت احنا يعني فريقه بيصحح بعض الأخطاء وعندنا النجوم اللي ممكن تعوض هذه الغيابات، وقال في الآخر محرز لا يستحق ما يحدث له. صحيح أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب في المباراتين الماضيتين لكنه لعيب مهم جدا جدا بالنسبة لنا، ولا أعلم إن كان سيشارك منذ البداية أم لا. دي كانت أخبارنا، وده كان يعني الفقرة الأولى من حلقتنا النهاردة في المحترف. نروح سريعا لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا المتميز الناقد الرياضي محمد البرمي. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبنرحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز محمد البرمي. مساء الفل عليك محمد. مساء الفل عليك كابتن، مبسوط ان انا الحمد لله كله تمام، مبسوط ان انا معاك ودايما مبسوط ان انا في قناه الاهلي حبيبي، دايما بتنورنا وبتسعدنا. والبطوله الافريقيه مولعه دلوقتي حضراتكم عارفين ان احنا واحنا يعني لايف في غينيا الاستوائيه بتلعب امام ساحل العاج، وساحل العاج مغلوبه 1-0 على ارضها من غينيا الاستوائيه، ولكن غينيا بيساو امام المنتخب النيجيري وتقدم المنتخب النيجيري 1-0. اعتقد موقف صعب جدا جدا لمنتخب ساحل العاج على ارضه وسط جماهيره، الامور مشتعله جدا جدا. هتكلم طبعا على ملف البطوله الافريقيه بالتفصيل معاك، لكن كالعاده في المحترف بنقدم لحضراتكم نموذج من اللاعبين المصريين
ان شاء الله باذن الله، ودايما على وعدنا معاكم ان احنا هذا الملف موجود معانا ومش هنزهق. في لعيبه مصريين ذو جنسيه مزدوجه بيلعبوا في اوروبا، عندهم بعضهم عندهم مستويات مميزه جدا. هذا الملف اللي مشيت فيه المغرب والجزائر وتونس، وعلى فكره الراس الاخضر مشي في هذا المشروع من 2007 وكان عنده لعيبه يعني عندها هذه الجنسيه او مزدوج الجنسيه موجودين في اسبانيا وموجودين في بلاد اوروبا، عملوا مشروع واشتغلوا عليه، وكانت من نتيجه هذا المشروع المنتخب الكبير اللي بنشوفه دلوقتي لكاب فيردي. اعتقد يعني بعد البطوله الافريقيه ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها، وان شاء الله لو فزنا ما ننساش الشغل، يعني دايما الفوز والفرحه. انا يعني ان شاء الله متفائل ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، لكن لو يعني ربنا كرمنا وفزنا بهذه البطوله بعديها ما ننساش والفرحه تاخدنا واحنا ماشيين صح. احنا لا ماشيين غلط لغايه دلوقتي، حتى لو كسبنا احنا ماشيين غلط. ان شاء الله نمشي ونعدل مسار الكره المصريه ب يعني بقرارات، يعني ان شاء الله تكون قرارات ايجابيه لصالح الكره المصريه. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا النموذج من لاعب مصري بيلعب في اوروبا. كمان من المراكز اللي اعتقد في مصر محتاجين ليها مركز المساك، المدافع بيلعب مدافع وبيلعب وسط ملعب مدافع، كمان من المراكز المهمه. لكن زي ما بقول لحضراتكم محمد احنا اتناقشنا في الجزئيه دي كتيره جدا، ان هذا الملف مش هنقفله ومش هنزهق ان احنا نقول، لان احنا شايفين ده وسيله من بعض الوسائل اللي ممكن جدا في المستقبل القريب يكون عندنا عدد كبير جدا جدا محترفين. وهأيد جزء من تصريحات محمد صلاح في هذه الجزئيه، ان هو بيقول ان المنتخب المصري يفتقد للعيبه كثيره جدا لازم تكون متواجده في اوروبا في الفتره اللي جايه. يعني بحيك كابتن كل مره طبعا على الفقره دي تحديدا، ومش هنمل ولا نزهق ان احنا نتكلم على ان احنا لازم يكون عندنا كشافه بيتابعوا اللعيبه المزدوج الجنسيه. في عدد كبير جدا من اللعيبه موجود في اوروبا، على الاقل خالص هتلاقي في لاعب او اثنين او ثلاثه ممكن يكونوا مؤهلين للعب في المنتخب. وده هيضيف كتير جدا للمنتخب في ظل يعني ان مشكلتين اساسيتين في مصر حاليا، ندره المواهب والعقليه. يعني نادرا لما تلاقي عن لاعب عنده الاثنين. ممكن صلاح يتكلم ده في الموضوع ده كتير طبعا، وده جزء انا بتفق معاه فيه، وفي جزء ثاني طبعا هنختلف معاه فيه كتير. لكن رايك انت يعني قبل ما اخش برضو في بطوله افريقيا، رايك الشخصي، خلينا مش راي ناقد رياضي، خليك راجل يعني مشجع من الدرجه الثالثه زي ما بيقولوا، انطباعك على ما تم امبارح وقرار سفر صلاح لانجلترا. قرار خاطئ تماما. محمد صلاح الحقيقه يعني بي 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 بيعمل بعض القرارات عموما، يمكن الفتره الاخيره تحديدا عنده قرارات كتير جدا اغلبها بتكون ضده. يعني صلاح منتاليتي عظيم جدا كمحترف، لكن كقائد لمنتخب مصر لا، ما عندوش منتاليتي القائد لمنتخب مصر خالص. ممكن كل الكلام ده قاسي شويه، لكن انا اعتقد لا، لو احنا بنتكلم على منتاليتي قائد منتخب مصر، لا صلاح لا يستحق شرط منتخب مصر، ومنتاليتي بتاعته لا تستحق انه يكون قائد منتخب مصر، لان يعني في ظروف صعبه هو من حقه طبعا اختياراته الفرديه، هو من حقه تماما فيه. لكن انا هنا اي اختيار فردي لقائد منتخب مصر لا يصح. هنا الاختيار بيكون اختيار للتيم بشكل عام. هل التوقيت ده توقيت مناسب؟ لو توقيت مش مناسب وتم الاعلان من كلوب من غير ما يرجع لصلاح ومن غير ما يرجع للمنتخب، نفهم، يبقى على الاقل عندنا مبرر ان ده يحصل. لو بالاتفاق يبقى احنا عندنا مشكله جديده. لكن في ظل الفوضى، في فوضى شغاله. اذا انت بتتكلم على المينتاليتي وبنتكلم على ان لازم يكون عندنا عقليه احترافيه، فاللي انت عملته ده لا هو عقليه احترافيه ولا هو صحيحه، وحتى لو صحيح لازم يتقال لنا احنا يا جماعه عندنا مشاكل في تشخيص خاطئ من الجهاز الطبي، والجهاز الطبي وده معناه ان احنا عندنا التشخيص ده، فبالتالي اللاعب هيرجع انجلترا يعمل فحوصات طبيه وهيرجع تاني للمنتخب. الفحوصات دي ممكن تستغرق يوم يومين ثلاثه ويرجع تاني للمنتخب. لكن احنا هناخد صلاح عندنا ونعالجه ونشوف المشاكل اللي موجوده عنده، وبعدين نبقى نرجعه لو وصلته للنهايه. لا خلوه عندكم. يعني ببساطه خالص انت في بطوله زي دي ما ينفعش تخرج. انا مش حابب اقارن طبعا موقف ناصر مزراوي وموقف صلاح،
مش حابب ندخل في السكه دي، لا احنا بنتكلم على الموقف ده. ده موقف لا يصح لقائد منتخب مصر اللي لازم يكون موجود بيدعم اللعيبه. انا فاكر في 2017 تقريبا مروان محسن اصيب بالرباط الصليبي وكان الجميع بيقول له لا لازم تمشي عشان تعمل العمليه، لكن هو اصم اصر انه يكون موجود مع المنتخب. انا يعني انا بحترم معنوي بحترم رايك طبعا، يعني حته مقارنات، لكن تاني يا جماعه عشان الناس ما تفهمناش غلط، لازم تفرق ما بين ان احنا قد ايه محمد صلاح قيمه كبيره جدا جدا واسطوره من اساطير مش مصر بس، اسطوره من اساطير العالم واساطير افريقيا. ده جزء لا نقيم به محمد صلاح في حته مختلفه. لا طبعا، لكن من حق كل واحد ومن حق كل من يحب مصر انه لو شاف خلاص طالما دخلت منتخب مصر قلعت فانيله ليفربول زي ما لعبت الاهلي بتقلع تيشيرتاتها، زي ما الزمالك بيقلع تيشيرتاته، زي وتلبس منتخب مصر، تساوت الرؤوس. في قيم معينه بالنسبه للقيمه الفنيه، القيمه التسويقيه، كل ده على عيني وعلى راسي، لكن اي حد بيخش منتخب مصر تتساوى الرؤوس، حتى لو جاي لعيب من درجه تانية و اللي يتعامل زي ما محمد صلاح بيتعامل ويتبقى الامور كلها واضحه. قيمه محمد صلاح لا غبار عليها، ما يقدمه محمد صلاح للكره العالميه والكره المصريه والكره الافريقيه لا جدال عليه، كل دوت على عيننا وعلى راسنا. واول ما بيروح ليفربول بنشجع ليفربول، يروح تشيلسي وراه تشيلسي، فورنتينا وراه، بيروح روما وراه، والجماهير ومصر كلها والوطن العربي كله بيحب محمد صلاح. ده حاجه مفروغ منها، ولكن لما يكون في اداء شويه مش مناسب او شكل غير مقبول ونطلع نتكلم او الناس تطلع تتكلم عليه، ده شيء منطقي وشيء ضريبه، لان محمد صلاح الحقيقه نجم كبير جدا جدا، بنحترمه اكيد، بنحبه اكيد، ولكن عليه بعض علامات الاستفهام. وانا مش مع الناس اللي بتخش في انتقادات جارحه، انتقد بشكل مهذب، انتقد بشكل قول رايك زي كده، محمد ما بيقول رايه بكل ادب وكل احترام، وجهه نظر يعني تحترم، لكن تروح لسكك تانية وتروح ل ما بين قوسين كده تقطيع في محمد صلاح، هو ده اللي مش مقبول. صلاح يعني اللي احنا بنقول ده ملوش علاقه بان صلاح يبقى اهم لاعب في تاريخ الكره المصريه. انا بوضح، عارف ليه يا محمد؟ عشان الناس طبعا لان في مشكله فكره ان احنا بنخرج بره الاطار شويه، ان احنا الحقيقه عندنا مشكلتين، ان انت ما ينفعش تنتقد صلاح، ومشكله ان انت لما تيجي تنتقده بتجرح فيه. لا يعني خلينا نكون منطقيين. انا هضرب مثل شبيه بمحمد صلاح، ليونيل ميسي. ميسي هو اهم لاعب في التاريخ، صحيح، خسر بطولتين كوبا امريكا مع منتخب الارجنتين، ما حصلش على كاس العالم، كل الناس كانت بتنتقده لدرجه التشكيك في انتمائه للارجنتين، كان الكلام بيقول له انت جيناتك اسبانيه، انت شويه عندهم الارجنتينيين. أيوه. الموضوع ده اكيد حضرتك لعبت. أيوه. مع كتير بيشككوا حتى في جنسيه ان انت خرجت 14 سنه، فانت انت جنسيتك خلاص ما بقتش ارجنتينيه، دمك نفسه مش ارجنتيني، روح العب مع منتخب اسبانيا او منتخب كاتالونيا. يعني شككوا حتى في انتماء ميسي، رغم ان هو كان ميسي عنده فرصه عظيمه جدا انه يلعب مع جيل اسبانيا التاريخي، لو اخذ الجنسيه الاسبانيه يلعب مع جيل اسبانيا التاريخي وياخد امم اوروبا وياخد كاس العالم وياخد كل حاجه، لكن هو في النهايه قرر انه يعتزل لعب دولي. بعد كده سكالوني جه اقنعه باللعب انه يستمر مع المنتخب، وفعلا فاز بعد كده بالكوبا امريكا وفاز بكاس العالم. ففكره الانتقاد للعيبه يعني على قدر قيمه هذا النجم بيكون الانتقاد، لكنه لازم يكون انتقاد مش تجريح ولا تعامل بشكل لا يليق بهذا الشخص. هذا موقف انا ارفضه من محمد صلاح، مش معناه ان انا بكره لما صلاح يلعب مع ليفربول ان انا هبطل اشجعه. ده بالعكس احنا كلنا ورا محمد صلاح لانه بيمثلنا وبيمثل افريقيا وبيمثل العرب بشكل كبير جدا، ولكن يبقى مصلحه المنتخب وتبقى مصر فوق الجميع. تعالوا مع بعض بقى ومعاه محمد البرمي نتكلم على ملف او يعني المباريات المشتعله والبطوله القويه جدا جدا، امم افريقيا ابيجان 23. محمد، عايز رؤيتك لغايه دلوقتي للبطوله عامله ازاي؟ خلاص احنا في الامطار الاخيره من دور المجموعات، شايف الدنيا ازاي؟ توقعات كانت مختلفه عن بدايه البطوله، شايفها ازاي لغايه دلوقتي؟ يعني باستثناء السنغال ما فيش فريق من الفرق الكبيره في البطوله حتى الان قدم اداء مقنع، يمكن السنغال هي الوحيده اللي بتغرد خارج السرب. فيما عدا ذلك كل الفرق اللي احنا كنا بنتكلم عنها انها فرق صغيره، فرق امكانياتها
مش كبيره مش هتقدر تنافس، لا احنا بنشوف غينيا بيساو بتحرق كوت ديفوار على ارضها، بنشوف مستويات من فرق صغيره زي الكاب فيردي مثلا، اول مجموعه فازت على غانا، فازت على موزمبيق، النهارده المدرب بيتكلم على انه هيلعب بالاحتياطي امام منتخب مصر، يعني درجه عاليه من الثقه. شايف ان الفرق، شايف حاجتين، الفرق الصغيره ما بقتش صغيره، والفرق الكبيره ما بقتش كبيره، يعني الكاميرون على قدر كل المحترفين عندها منتخب عادي جدا، النيجيريا حتى الان منتخب عادي جدا، حتى غانا منتخب عادي جدا رغم ان هو فيه اسماء وفي لعيبه. دي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن ثالثه شويه للقصه دي، ان المستوى الفني للمدربين في بطوله افريقيا مش قد كده، يعني ما بتشوفش مدرب عامل مع الفرق الكبيره تحديدا، مدرب عامل طفرات في اداء المنتخبات سواء في شكل اللعيبه في طريقه اللعب، ما فيش مدرب حتى الان لافت النظر مع كل الفرق، يمكن الفرق الصغيره بحكم انها فرقه صغيره فلما بتلعب ماتش او اثنين كويسين بتبدا تظهر زي بيدرو اللي هو مدرب كاب فيردي، لكن على المستوى الفني حتى للمنتخبات بشكل عام لا ما فيش لسه حاجه كبيره. الملاحظه الاخيره ان المستوى الفرق العربيه والمنتخبات العربيه ممكن دي اسوا ظهور للمنتخبات العربيه حتى الان، الجزائر تونس منتخب مصر الظهور حتى الان مش منتخب المغرب بدا بدايه قويه جدا لكن كمان بعد كده تراجع، يمكن شويه بقى هنستنى لدور ال 16 لان دور ال 16 شويه بيكون هو المعبر الاكثر. البطوله اللي فاتت منتخب مصر على سبيل المثال ما كانش باين منه ان هو هيكون مكمل وهيقدم بطوله قويه، لكن منتخب مصر وصل للنهائي صحيح خسر البطوله لكن قدم بطوله كبيره، فدور الدور القادم شويه هيكون هو اللي بيبين، لكن حتى الان انا احساسي ان في فريق مش مرشح هو اللي هيفوز بالبطوله. يعني لغايه دلوقتي ما قدرتش يعني تطلع بتقول والله الفريق حتى منتخب السنغال، يعني بنتكلم عن السنغال منتخب قوي جدا وظهر بشكل جيد جدا، لكن برضه نفس القصه هو ما لعبش فرق قويه، يمكن ماتش الكاميرون دفاعه ضعيف جدا، اتعادل كان قريب جدا من التعادل، يا دوب خاطف الفوز في الدقيقه الاخيره، لكن حتى الان لا مش هو المستوى. بنشوف فرقه ثانيه صغيره لكن بتقدم، زيمبابوي مثلا فرقه ثانيه بتقدم مستويات افضل كتير جدا. التوقعات بتختلف بالنسبه للرؤيه الواسعه، يعني كمان فريق الاعداد محضر لنا اوبتا طبعا منظمه كبيره جدا في التوقعات، وكانت مطلعه بعض التوقعات بالنسبه للوصول كاول في المجموعه والخانه الاخيره دي البرسنتج بتاع الحصول على البطوله. ما زال المنتخب المغربي بنسبة كبيرة جدا جدا بيحصل على توقعات هو بطل المجموعة، وكمان نسبة فوزه بالبطولة يعني أعتقد وصلت لرقم كبير، أنا مش شايف الرقم عندي لكن 16 تقريبا في المية نسبة حصوله على هذه البطولة. هتيجي لمصر طبعا بدأ خلاص 0% التوقع 0% طبعا كبطل المجموعه ووصلت 6% تقريبا للفوز بهذه البطوله. التوقعات بتختلف من النتائج من المفاجآت من الاداء، يعني التوقعات بتختلف ولكن يبقى اسمين كبار لغايه دلوقتي انا وجهه نظري الشخصيه، المغرب والسنغال. المغرب والسنغال طبعا هم اكتر فرقتين ادوا بشكل كويس. عايز اضم ليهم منتخب كده الناس مش شايفاه شويه، منتخب نيجيريا بدايه كانت سيئه ولكن فوزه على ساحل العاج، ونيجي لساحل العاج دلوقتي مغلوبه 1-0 ومغلوبه المباراه اللي فاتت وكانت البدايه بتاعتها بدايه قويه، بدايه البطوله بفوز 3-0. هل ساحل العاج ممكن جدا صاحبه الارض وصاحبه المهرجان ده كله تخرج من دور المجموعات؟ يعني ممكن تخرج طبعا، هو يبقى عندها حسبه المراكز الثلاثه، افضل مركز مركز ثالث هو ده الحسبه الوحيده المتاحه قدامها، لكن مستوى منتخب كوت ديفوار نفسه مش ده الكوت ديفوار، يمكن اغلبنا طبعا تابع الجيل التاريخي لكوت ديفوار مع دروجبا، لا ده مستواهم مش افضل حاجه، انا بشوف فرقه ثانيه في البطوله مستوى افضل منهم، بوركينا فاسو مثلا المنتخبات الكويسه جدا واللي ظهر بشكل كويس، منتخب مالي بيأدي بشكل كويس، لكن ممكن نشوف كوت ديفوار خارج البطوله، يعني لو ما كانش الدور ده ممكن يكون الادوار القادمه، لكن فكره الحسم بمين هو اللي ممكن يروح تمام بعيد في البطوله باستثناء منتخب السنغال ثم من بعده منتخب المغرب، لا ما فيش لسه منتخبات تقدر تشاور تقول ان دي طيب هتكمل. خلينا نركز انا وانت على منتخب مصر خلال الماتشين اللي فاتوا، تعادل ايجاب 2-2 نفس النتيجه مع غانا مع موزمبيق، برايك ايه في الماتشين دول وايه ان شاء الله توقعاتك او وجهه نظرك الفنيه في مباراه النهارده ان شاء الله امام كاب فيردي؟
يعني انا شايف ان في مشكله في في الاداره الفنيه للمنتخب، مش الاسماء اللي موجوده مع المنتخب. مباراه موزمبيق الشوط الاول احنا كنا كويسين وماشيين بشكل كويس، فجاه الامور اتقلبت بشكل كامل. مباراه غانا الشوط الثاني كنا ظاهرين كويس. انا مش شايف ان في مشاكل، يمكن انا بشوف ان الجيل ده هو افضل جيل حصل عليه منتخب مصر في 10 سنين الاخيره، ويمكن وصلنا مع كوبر ومع كيروش للنهائي باجيال اقل من كده في المستوى الفني سواء الاسينا واحتياطيين. بشوف الاداره الفنيه لفيتوريا شويه فيها مشكله من حيث التشكيل اللي بيلعب بيه، من حيث الاعتماد على اللعيبه. يمكن انت داخل بقالك فتره طويله جدا مع منتخب مصر وداخل البطوله مش عارف انت اي تشكيل هو اللي هيلعب. محمد هاني فجاه كان اساسي، فجاه بقى عمر كمال اساسي. الناس بتتكلم انت اصريت على ضم احمد فتوح للمنتخب علشان يلعب، فجاه محمد حمدي بقى هو اللي بيلعب. بعدين هو خد فتوح وانضم رغم المشاكل ثم قعدته على دكه الاحتياط. لعب اوريدي اعتقد مباراه الوديه اللي قبل، لعب وكان موجود وانت عملت مشكله على ضمه وكان في مشاكل مع الزمالك بسبب ضمه، لكن ضميته علشان عندك اصرار عليه، ثم فجاه بقى احتياطي. رجعنا لنص الملعب، فجاه مروان عطيه اللاعب اللي انت بتعتمد عليه وهو اهم خط وسط في الدوري المصري حاليا، فجاه مروان خارج البطوله. اصريت على ضم محمود حماده ثم محمود حماده خارج البطوله، كان في سام مرسي مثلا كنت ممكن تضمه. فهو حتى التشكيل نفسه احنا ما بقيناش عارفين التشكيل اللي انت بتلعب بيه. لما محمد صلاح حتى خرج البديل المنطقي والبديهي لمحمد صلاح او زيزو او تريزيجيه، فجاه لقينا مصطفى فتحي. فهي مشكله منتخب مصر مع المجموعه اللي موجوده دي الاداره الفنيه لفيتوريا. محمد صلاح مثلا مع المنتخب انت هو نفسه ما بقاش عارف محمد صلاح هل هو الترس اللي بيحرك المنتخب ولا هو راس حربه ولا هو جناح ولا هو ايه بالظبط انت بتلعب عليه ولا انت بتوظفه في منظومه اللعب. فكل اللي حاصل الاداره الفنيه للفريق. الحاجه الثانيه التجهيز للمباريات. انا بحس ان اوقات كتير جدا منتخب مصر مش دارس الخصوم بتاعه كويس. يعني في مباراه موزمبيق الماتش سهل جدا وموزمبيق ما عندوش غير لعبه واحده هو بيعتمد عليها، الهجمات مرتده مخترق بالعمق، ما فيش انت اي رده فعل ما بتحسبهاش. يمكن حتى احنا شكلنا هجوميا مش موجود. فانا شايف ان احنا مشاكلنا مشاكل فنيه. لو فيتوريا قدر يحل المشاكل دي ما اعتقدش ان احنا عندنا مشاكل في اي فريق هنلعبه. انت كنت بتتكلم على مشكله التشكيل وكان في شويه لخبطه في التشكيل خلال مباراتي موزمبيق وغانا، لكن التشكيل ان شاء الله اللي هتلعب بيه مصر ان شاء الله خلاص. انت بتتكلم على تقريبا يعني بنتكلم على ساعه ونص من دلوقتي. يعني حراسه المرمى ساعه ونص حراسه المرمى محمد الشناوي، ناحيه اليمين عمر كمال مع احمد حجازي وعبد المنعم، ناحيه الشمال احمد فتوح. اول مباراه لاحمد فتوح في هذه البطوله. بنتكلم وسط الملعب مروان عطيه، على يمينه حمدي فتحي، على شماله امام عاشور. ده ثلاثي وسط الملعب، ثلاثي الهجومي. ناحيه اليمين مكان محمد صلاح هيلعب زيزو، وطبعا مصطفى محمد كراس حربه، وعمر مرموش جناح شمال. شايف هي دي التشكيله الامثل للمباراه؟ بديهيات يا كابتن، بديهيات. يعني بديهيات يعني حقيقي مش محتاجه اختراعات كتير جدا. في ناس بتقول يا اخيرا. ايوه يعني يعني فعلا بديهيات. يعني ده يمكن انت خلاص تريزيجيه الشوط الثاني انت كده اعتقد هو هيلعب بمرموش ومصطفى محمد اثنين راس حربه، مش هيلعب بالترفيه. هتبقى فيها هيبقى هو كمان عامل الجزئيه دي كمان علشان النقطه اللي انت بتتكلم عليها في وقت احتياج 4-4-2 ينزل ينزل تريزيجيه ناحيه الشمال مزبوط. ويدخل مرموش كراس حربه ثاني. يعني لو سالنا رجل الشارع العادي رايك في التشكيل والشكل يلعب منتخب مصر هيقول الكلام ده. احنا فعلا مش بنخترع، هو بديهي جدا. امام عاشور هيروح ناحيه الشمال، زيزو هيروح ناحيه اليمين، هينزل مرموش نص الملعب، مصطفى محمد راس حربه. خلاص هو دي الطريقه اللي معروفه. الشوط الثاني نلعب على سرعات تريزيجيه والفريق افضل. يعني في النهايه التشكيل ده التشكيل المناسب لمنتخب مصر. خلاص انت هل انت كنت بتحط تشكيل بما يناسب مثلا وجود محمد صلاح فيه وعدم وجود محمد صلاح اداك الحريه؟ وده برضو الغاز كتير جدا فيتوريا عملها مع المنتخب. لكن خلينا نتكلم على الماتش بتاع النهارده. لا ده التشكيل انا شايفه تشكيل مناسب جدا. كان الكلام بس على تريزيجيه ولا زيزو؟ لا، لو هنلعب باثنين راس حربه فزيزو افضل واحد يكون تحت الاثنين راس حربه، مع امام كمان هو امام لعبوا قبل كده كتير مع بعض فيقدروا يعملوا الربط ده مع المنتخب. فانا شايف ان ده انسب تشكيل خاصة في وجود حمدي ووجود مروان كمان، ده هيدينا ربط كمان قوي جدا. وجود مروان عطية كان مهم جدا لازم جدا ضروري جدا يعني. ويمكن اتأخر شوية لكن يعني كويس ان الراجل شاف الجزئية ديت. مروان لان مروان رقم 6 ما شاء الله عليه، يعني نمسك خشب ما شاء الله. خط الدفاع يعني مكشوف بقالنا ماتشين، خط الدفاع مكشوف تماما. صحيح. يعني حمدي بيعمل ادوار ممتازه جدا. يعني انا النهارده لو حتى
عايز مروان هو الوحيد يبقى موجود وحمدي يعمل ادوار هجوميه وامام يعمل ادوار هجوميه، مش هشيل هم ربط بين خط النص وخط الدفاع، لان عندي اللاعب اللي هيكون قادر ليبرو زي ليبرو بين خط الوسط وخط الهجوم قادر يلم ده. لكن وده بيدي امام كمان حريه انه يتقدم، يعني امام ما عندوش مشكله، وممكن حمدي يدي حمدي ممكن الاثنين يتقدموا الاثنين، مش هيبقى عندك مشاكل. لكن بالزبط. انا سايب اللي في نص الملعب، انني انت بتبقى قاعد محتار، هو انت بتلعب 6 ولا بتلعب 8؟ طيب حمدي بيلعب 8 ولا بيلعب 6؟ حمدي لا، حمدي لما بيكون عنده حريه انه يتقدم هو بيعرف يتقدم كويس، بيعرف يلعب ضربات في الضربات الثابته، بيعرف يختار، يمكن عمل ده مع موسيماني ومع كولر كتير. فبديهي جدا ان وجود مروان عطيه او لاعب رقم 6 متمرس في هذا المكان هيساعدك بشكل كبير جدا، وهيشيل عبء على احمد حجازي ومحمد عدنان. احمد حجازي عنده مميزات كبيره جدا في الكرات العاليه، سواء ضربات ثابته وفي افريقيا تحديدا تحتاج النوع ده، لكن هو بطيء، فبالتالي انت محتاج لاعب يكون قادر يوفر التامين الدفاعي بشكل كبير للثنائي اللي في نص، للثنائي قلب الدفاع. فانت ده ما بيحصلش، كل بنشوف الماتشات اللي فاتت الاجوان بتيجي من اماكن غريبه جدا يا كابتن، يعني اماكن سهل ان انت تتعامل معاها، يعني مش صعبه، مثلا ما فيش لمسات فنيه ولمحات ولعب، لا يعني جون محمد قدوس في الجون الاول مع منتخب مصر، في منتخب مصر جون سهل جدا ان انت لو ضغطت وعملت بلوك على اللاعب خلاص قفلت فرصه التسديد عليه. فبالتالي احنا عندنا مشكله في الحته دي، اعتقد وجود مروان هيحلها بشكل كبير جدا. طيب على مستوى نتكلم كمان على مستوى الاوراق الرابحه، اكيد هيستخدم بشكل كبير محمود تريزيجيه الحقيقه اللي بيأدي بشكل اكتر من رائع. شايف مصطفى فتحي كمان لازم يكون ليه دور في المباراه؟ هيكون ليه دور طبعا، بس اخر بس يمكن مستوى بدنيا شويه، مستوى بدنيا شويه قليل، لكن هو لاعب يمكن لو لعب ربع ساعه تلت ساعه الوقت الاخير واحتاجناه هيأدي بشكل كويس. تريزيجيه طبعا سواء بدايه الماتش او الشوط الثاني لا هيكون مؤثر، كهربا من اللعيبه اللي ممكن لو احنا خلاص هنبدا نلعب باثنين رؤوس حربه، كهربا من اللعيبه اللي ممكن تكون ليها دور الشوط الثاني بشكل كبير. طيب. انا شايف انه تشكيل منطقي ووضع منطقي. عايز برضو فريق الاعداد الحقيقه محضر، ويمكن اتكلمنا واحنا بنشوف اللاعب المصري بيلعب في هولندا، عايزين نشوف اكتر المنتخبات يعني اللي عندها لاعبي ذو جنسيه مزدوجه واعتمدت على هذه الخطه بشكل كبير جدا جدا، والمفاجاه ان كاب فيردي رقم 3 في هذه الليسته. نشوف مع حضراتكم وجاهزه يعني، يلا بينا. دي اكتر منتخبات اعتمادا على مواليد اوروبا، ولما نتكلم على دوت هذا الملف المنتخب المغربي اشتغل عليه فترات طويله جدا وقدر يوصل ل 18 لعيب موجود من مواليد اوروبا. المنتخب المغربي يليه منتخب غينيا ب 17 لعيب، ومنتخب الراس الاخضر ما يعني ما نتفاجئش ازاي هو متصدر مجموعه بيجي فيها مصر وفيها غانا، ويتصدر هذه المجموعه عنده 14 لعيب من مواليد اوروبا، يليه المنتخب السنغالي ب 14 لاعب والمنتخب الجزائري ب 13 لاعب. زي ما قلت لك محمد هو ملف مهم جدا، لو انت عندك دوري لا يفرز، مع الاحترام للدوري المصري، لا يفرز لاعب او لاعبين كتير جدا على المستوى الدولي، رغم ان احنا يعني في 2006 خدنا كل البطوله بالمحليين، لكن انك يكون عندك لاعبين محترفين كتير جدا على مستوى اوروبا اعتقد ده ملف مهم جدا. واكبر مثال زي ما احنا شايفين فريق زي الراس الاخضر اشتغل عليه وعنده دلوقتي عدد كبير جدا من اللاعبين. ملف مهم جدا، يمكن منتخب السنغال نفسه شفناه وهو بيحصد كاس العالم للناشئين، اغلبهم لعيبه اتولدوا تقريبا في اوروبا وخد بيهم كاس العالم، فيهم لعيبه دلوقتي بدات تنضم للمنتخب الاول. الراس الاخضر يمكن من بطوله امم افريقيا في مصر هنا كان بدا يظهر بشكل كويس جدا، النهارده بيحصد ده سواء بضم لاعبين، في لعيبه كتير جدا الكابتن ما بيبقاش عندها فرصه تمثيل البلد اللي اتولد فيه، يعني فرنسا عندها عدد كبير جدا من اللاعبين، انجلترا وغيره وغيره، فبالتالي هو بعد شويه بيبقى محتاج يمثل بلده دوليا، فانت بتمنحه الفرصه دي وهو في النهايه بيديك قيمه مضافه بان هو بيظهر معاك بشكل كويس، بيساعد المنتخب بشكل كويس وبيأدي بشكل كويس. وده حصل اللي انت بتقوله، المنتخبات يا جماعه المنتخبات فيها يعني في سرعه في الاداء، لسه حالا منتخب غينيا الاستوائيه بيحرز الهدف الثاني على فريق ساحل العاج صاحب الارض والجمهور، بيضعه الحقيقه في موقف صعب جدا جدا، غينيا الاستوائيه 2-0 امام ساحل العاج. غينيا الاستوائيه دي كمان مفاجاه يعني، ودي غينيا الاستوائيه بكل امانه مفاجاه. ما هو يا كابتن انا بقول لك هو في مفاجات، بس انت لما بتبص على الفرق
بشكل كويس وادائها بشكل كويس هي ما بقتش مفاجات، لان احنا مفاجاه على مستوى النتيجه مش على مستوى اداء الفرقه خالص، لان هي يعني مع نيجيريا ظهرت مستوى كويس جدا، وفي البطوله ظهرت مستوى كويس جدا. مالي ظهرت بشكل كويس. مظبوط. بوركينا فاسو لسه كنت بكلم حضرتك فيه ان احنا بوركينا فاسو معانا في تصفيات كاس العالم، فلازم نظره كويسه على بوركينا فاسو. بوركينا فاسو منتخب كويس جدا، بيأدي بشكل كويس جدا، فما بقاش فكره المنتخبات الصغيره، لا، في منتخبات بدات تخرج بره دايره بره التصنيف انها منتخب صغير، لا، حتى لو هو منتخب صغير هو بقى منتخب مؤثر في نتائج الفرق الكبرى. أيه. وبشكل كبير جدا. النهارده تنزانيا حتى رغم نتائجها كده في بتأدي، لا بتأدي بشكل كويس. بتأدي بشكل كويس. موزمبيق يعني صح. النهارده احنا مثلا ايه احتماليه ان موزمبيق ممكن تكسب غانا النهارده؟ ليه يعني لا ممكن تكسب وارد، لا وارد طبعا وارد. انت بتتكلم يعني البطوله يعني. حاليا متاحه للكل الفرق، قصدي الفرق ان بقى في مساحه كبيره. طب تعالى انا وانت نشوف بقى يعني ان شاء الله نطلع بدون يعني نكسب ونوصل ونبعد عن من غير الصداع ده كله زي ما بيقولوا. لو نطلع جدول ترتيب المنتخب المصري المجموعه الثانيه ونشوف يعني نشوف ان شاء الله باذن الله حظوظنا هتكون فين، لكن ان شاء الله نكسب ويبقى احنا في المركز الثاني لو نقدر نجيب دوت عشان نناقش برضو بعض احتماليات وصلنا. هل ان شاء الله باذن الله نوصل كمركز تاني؟ هل هنستنى لا قدر الله الحسبه بقى نقعد نستنى باقي المباريات عشان نشوف نطلع احسن توالد؟ الحقيقه السيناريو هيكون سيناريو صعب جدا جدا، سخيف. يعني حتى سيناريو انك تصعد وتصعد ثالث هيبقى السيناريو صعب قوي، لكن ان شاء الله باذن الله صعب. احنا نكسب. عايز قبل ما يحضروا الترتيب يعني ايه اللي يعمله منتخب مصر النهارده علشان نقدر نقول يكسب منتخب يعني كويس، منتخب عنده امكانيات هجوميه كويسه، منتخب الراس الابيض؟ يفتكروا بس ان هم منتخب مصر، يعني مش يعني هم يفتكروا ان هم لعيبه يعني مش فاكره ان انا منتخب مصر، يفتكروا ان هم منتخب مصر وان احنا في وضع سيء وان ما ينفعش نصعد ثالث. نصعد ثالث كانه ما صعدناش، مش لازم نصعد اصلا، يعني انا افضل بالنسبه لي ان انا اخرج من البطوله ولا ان اصعد ثالث. هم يفتكروا نوصل ثاني يلعبوا لعبهم العادي يا كابتن. نوصل ثالث شكلها مش حلو. منتخب مصر عندها لعيبه، منتخب قوي، منتخب مصر منتخب قوي. دلوقتي غينيا الاستوائيه جابت الجون الثالث في ساعه العادي. منتخب مصر لا منتخب مصر منتخب قوي، عنده لعيبه كويسه، عنده اسماء كويسه، عنده نجوم كويسه. لا منتخب مصر مش محمد صلاح خالص، لا عندنا بدلاء كويسين، عندنا فريق كويس جدا يقدر يكسب. هو كل اللي محتاجه يفتكر ان هو منتخب مصر، ان هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطوله افريقيا، وان هم ما ينفعش يحطوا نفسهم في الموقف ده، وان هم يظهروا رده الفعل المناسبه والطبيعيه للاعب يحمل شعار منتخب مصر بس. طيب زي ما بقول لك دلوقتي غينيا الاستوائيه احرزت الهدف الثالث امام منتخب صاحب الارض والجمهور، منتخب ساحل العاج. الحقيقه من النتائج برضو المحيرة. بنتكلم في تغيير في خريطة الكرة الأفريقية مفيش شك، لكن مين يقولك ان منتخب ساحل العاج بيلعب على أرضه وسط جمهوره ومحضر للبطولة بشكل جيد جدا، المباراة الأولى بيكسب 3 وبعدين يتغلب المباراة الثانية من نيجيريا، وبعدين دلوقتي أمام غينيا الاستوائية بيتغلب 3-0 ولسه أعتقد المباراة لسه في الدقيقة أعتقد 75 من المباراة. يعني الحقيقة بطولة مثيرة جدا جدا، بطولة قوية جدا جدا جدا. ايوه في التشكيل محمد هاني مكان عمر كمال، يعني دي عدله كان المفروض تحصل الحقيقه. افضل مش تقليلا في عمر ادى مباراه جاي ماتشين اللي فاتوا جيد جدا، لكن ممكن جدا هاني يكون فريش اكتر، عنده مخزون بدني بشكل افضل شويه. فكل التوفيق لكل لاعبتنا النهارده ان شاء الله في المباراه الصعبه امام منتخب كبير زي منتخب راس الاخضر. زي ما بقول لك يعني مباريات وعلى مستوى النتائج في مفاجآت كثيره على راسها النهارده غينيا الاستوائيه امام ساحل العاج، بتحط ساحل العاج امام موقف صعب جدا في المجموعه. يعني موقف صعب، بتقلل حتى فرصه في الصعود كثالث مجموعه. 3-0 مع كل ده بيتحسب طبعا، بتقلل فرص طبعا، حتى الصعود كثالث مجموعه بتقلل فرصه بشكل كبير جدا. انا شفت الجون الاول قبل ما ادخل الهوا مع حضرتك، يعني لا صعب جدا يعني. الكرة معدية وسط وسط ست لعيبة من دفاع كوت ديفوار، ولاعب بيقطع وبيحط الكرة في الجون. لا يعني فريق مهلهل جدا رغم كل الأسماء اللي موجودة فيه. لا فريق مهلهل بشكل كبير جدا، حتى لو صعد ما أعتقدش إن هو ممكن يكمل
يكمل بعيد في البطوله خالص. يمكن هو والكاميرون تحديدا اتفرجت على ماتشاتهم تقريبا كلها، لا ادائهم مخيب جدا جدا لل حتى المنتخب الكاميروني كمان اداء مخيب جدا، مش زي الكاميرون خالص، اداء مخيب جدا. مفيش لاعب حتى اسم كبير، مفيش اسم بارز، مفيش اداء قوي. طبعا مقصر مع عندهم في الحته الهجوميه بشكل مفيش كبير جدا. مفيش اداء، لا اداء مش كويس، ولا حتى في لعيب اللي هو تحس ان في لاعب فيه بارز بشكل كويس مع منتخب الكاميرون. في منتخبات لا فاجئتني جدا ظهورها، فاجئني وادائها، فاجئني بشكل طيب كبير جدا في البطوله. قبل ما اتنقل معاك يعني في اخر جزئيه كده من حلقتنا، هنتكلم برضو على الدوري الانجليزي، ليفربول عامل ايه من غير صلاح، لكن خلينا نتكلم كمان على المنتخب التونسي، منتخب عربي. انت بتتكلم على مصر والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، المنتخب الجزائري كمان حصل بعض المشاكل، لكن منتخب تونس كمان للاسف ظهر بمستوى نتائج برضو مخيبه للامال. يعني ما حسيتش ان انا اتفاجئت شويه، لان تونس بقى لها تقريبا 4 سنين مستواها، يمكن لعبت كاس عالم لكن مستواها يعني مش افضل حاجه، شويه متراجع حتى الاداره الفنيه، ما فيش استقرار، كل شويه مدرب جديد، مدرب بيتم تغييره من مدرب لمدرب، ما عندهمش الاستقرار الفني المتاح. حتى على مستوى الانديه في تراجع شويه كبير في مستوى الانديه التونسيه، في وقت من الاوقات كان الترجي والنجم وصفاقسي بشكل كبير جدا. حاسس ان هو شويه في تراجع بشكل عام، مش بس في اداء المنتخب لكن اداء تراجع بشكل عام في الكره التونسيه الفتره الاخيره. يمكن ظهورهم كان مخيب جدا في البطوله دي، كنت متوقع على الاقل خالص ان هم يكون عندهم استعداد يصعدوا ويروحوا ولو بعيد يصعدوا حتى من المجموعه اللي فيها دي، لكن لا حتى الان بنسبه كبيره جدا هيحاول يلعب على فرص صعبه صعب جدا، حتى في التوالت نفسها فرصه هتكون صعبه جدا. يمكن مالي عندها نتائج كويسه جدا، جنوب افريقيا عندها نتائج كويسه جدا، فاعتقد تونس لازم ما عندهاش حل غير انها لازم تفوز المباراه الاخيره علشان حتى تبدا تفكر في حزبه التوالت. فاتمنى التوفيق طبعا للمنتخب التونسي، كمان مش مستقرين فنيا شويه، المدرب بيغير كتير. المنتخب الجزائري كمان، ايه رايك في منتخب الجزائر؟ مش ده منتخب الجزائر اللي احنا شفناه، حتى الجزائريين نفسهم بيتكلموا على المنتخب ده، في انتقادات كتير جدا للتغييرات الفنيه المستمره، في طبعا انتقادات لرياض محرز تحديدا. لكن يبقى الجزائر مش بهذا السوء، يعني هي بيأدوا كويس جدا، هم عندهم سوء حظ شويه يعني هم عندهم سوء حظ لكن لا، في الماتش الاول كان ممكن يفوزوا بشكل كويس جدا، وفي الثاني كان ممكن يفوزوا، يمكن واجهوا شويه سوء حظ ومشاكل دفاعيه صعبه شويه، يعني حلها صعب شويه، ممكن في اختيارات اللعيبه شويه هيبقى عندهم مشاكل، لكن هم لا يقدروا يصعدوا ويقدروا يروحوا يعدوا الدور ده، مش صعب عليهم فكره الفوز الماتش الجاي والصعود. طيب لو عندنا شباب كده نشوف المجموعات قبل طبعا يعني الخطوه الاخيره نهايه دور المجموعات، خلاص على النهايه النهارده، يمكن اول يوم في الجوله الثالثه، وان شاء الله بكره هتكون يعني كمان مباريات بالنسبه للجوله الثانيه. يلا حضره لنا وتعالنا لغايه برضه ناخد رايك شويه في بعيدا عقبال ما يحضروا للجداول. ليفربول من غير محمد صلاح شايف ان هو ماشي كويس، ما عندوش مشكله كبيره، شايف اداء ازاي ليفربول والدوري الانجليزي وعوده كمان المنافسه بعوده المان سيتي للمركز الثاني؟ هو ليفربول طبعا احسن واقف على رجله كتير جدا، هو طبعا ما لعبش فرق قويه حتى الان، ما فيش مواجهات قويه غاب عنها صلاح بشكل كبير، بورنموث ويمكن ماتش ارسنال بس في الكاس، لكن ده طبعا في الكاس الفرق اغلبها مش بتلعب بالتيم الاساسي، لكن هو لا يعني حاليا ليفربول متماسك اكتر. كنت مع حضرتك بنتكلم على انه لو عايز ينافس لازم يبدا يجيب صفقات جديده، هو ما جابش صفقات، هو بدا يستعيد اللعيبه المعارين عنده، لعيبه كانت بتادي بشكل كويس جدا، فبدا يستعيد منهم الظهير الايمن، كان بيلعب في اسكتلندا ورجعه تاني، ظهر بشكل كويس جدا. هم مستمرين بشكل كويس، ماشيين بشكل كويس، حتى غياب ارنولد نفسه كنت متخيل انه هياثر شويه على ليفربول، لا ما اثرش على الفريق. لكن عوده صلاح طبعا هي اضافه كبيره للهجوم، يعني انا ما لعبتش فرق قويه علشان اقدر احس ان انا هل عندي مشاكل ولا لا، لكن بالمستوى الحالي لا ليفربول ماشي بشكل كويس جدا. عوده صلاح، عوده ارنولد، عوده وترى اندو من امم اسيا هتكون مفيده بشكل كبير جدا للفريق، يعني المؤشرات كلها بتقول لا ليفربول هينافس بقوه على الدوري الانجليزي،
وظهوره الاخير امام بورنموث رغم الغيابات دي انه يكسب 4 ويؤدي بالشكل ده، اعتقد ده كان اشاره كويسه جدا على ان الفريق متماسك وافضل شويه حتى من بدايه الموسم، لان الفريق بدايه الموسم بتاعته ما كانتش قويه. طيب نشوف معاك دلوقتي المجموعات بالترتيب، وهي طبعا مهاجم غينيا بيساو طبعا احرز دلوقتي هو هداف البطوله بخمس نقاط بخمس اهداف، لكن دي المجموعه طبعا بنتكلم على المجموعه الاولى. غينيا الاستوائيه كان طبعا المباراتين باربع نقاط خلاص بعد النتيجه بتاعت النهارده بقت 7 نقاط اول للمجموعه. نيجيريا ما زالت متقدمه دلوقتي 1-0، كانت لعبت ماتشين النهارده، الماتش الثالث بقى عندها كمان 7 نقاط فرق الاهداف لصالح غينيا الاستوائيه. كوت ديفوار كان عندها من ماتشين 3 نقاط بهزيمه النهارده لغايه دلوقتي تستمر 3 نقاط، وغينيا بيساو لسه مغلوبه 1-0 وبالتالي بدون اهداف. يعني تعليقك على هذه المجموعه؟ مفاجأة كبيرة جدا خروج كوت ديفوار، مفاجأة كبيرة جدا، مفاجأة طبعا مفاجأة كبيرة جدا، لو خرج طبعا هتبقى مفاجأة، هي وجودها اصلا في المركز الثالث بالاداء ده والنتيجة دي مفاجأة، وبيقول انها مش هتروح بعيد حتى لو صعدت احسن توالي. المجموعة الثانية كاب فيردي في المركز الاول ضمن الصدارة بست نقاط، وعن ان شاء الله باذن الله يعني تفضل كده 6 نقاط. منتخب مصر المركز الثاني ان شاء الله بيفوز النهاردة هيبقى 5 نقاط وضمن التأهل كمركز ثاني. غانا في المركز الثاني بعد مباراتين المركز الثالث بنقطة وحيدة، حتى لو فازت غانا هتبقى 4 نقاط وهيبقى عندها حظوظ للأحسن توالي. طبعا موزمبيق أعتقد هي اللي هتكون خارج الحسابات. يعني مجموعة كلها مفاجآت، كاب فيردي مفاجأة، مستوى مصر مفاجأة، مستوى غانا مفاجأة، لكن مصر لا فرصها كبيرة جدا، مستوى غانا مستوى هزيل جدا جدا ما يوداش بعيد. أعتقد ممكن يكون في مفاجأة غانا وموزمبيق. أعتقد موزمبيق هتكسب غانا. هتكسب غانا. أعتقد هتكسب. طيب المجموعة الثالثة السنغال من ماتشين 6 نقاط أكيد يعني ضمن التأهل، لسه مش كأول مجموعة مش متصدر لكن أعتقد هيكون أول مجموعة. غينيا في المركز الثاني 4 نقاط وكاميرون في المركز الثالث بنقطة وحيدة ومنتخب جامبيا بدون نقاط. السنغال ومين يا محمد؟ السنغال وغينيا والكاميرون ممكن مركز احسن توالي. احسن توالت اهو. السنغال وغينيا والكاميرون احسن توالت. المجموعه اللي بعد كده المجموعه الرابعه انجولا 4 نقاط بعد مباراتين يليها بوركينا فاسو. كنت بتقول لي منتخب بوركينا من المنتخبات القويه. منتخب قوي جدا لازم ناخد بالنا منه لانه معانا في تصفيات كاس العالم. اه طبعا من المنتخبات القويه يا جماعه بوركينا فاسو مادي بشكل اكتر من رائع. فكرني بالسنغال ما كناش عاملين حسابها خالص في 2001 وفجاه بقت هي اللي في كاس العالم. صحيح. منتخب بوركينا فاسو لازم ناخد بالنا منه كويس جدا. ده على مستوى تصفيات كاس العالم بوركينا فاسو مع مصر، لكن في المركز الثاني في هذه المجموعه ب4 نقاط. الجزائر في موقف برضه موقف لا يحسد عليه في المركز الثالث بنقطتين وموريتانيا في المركز الاخير. اول ثاني ثالث بالنسبه لك؟ اول ثاني اعتقد بوركينا فاسو هتكون اول، انجولا ثاني، الجزائر ثالث. احنا كده عندنا مشكله كبيره، عندنا كوت ديفوار والكاميرون والجزائر ممكن وتونس ممكن ننافسوا على احسن توالد. على احسن توالد صعب جدا، صعب جدا. طيب نشوف المجموعه اللي بعد كده. منتخب مالي ب4 نقاط اعتقد قريب جدا جدا من الوصول. جنوب افريقيا ب3 نقاط بعد فوز مهم جدا جدا امبارح على ناميبيا بروعيه بقى في المركز الثاني، ناميبيا في المركز الثالث 3 نقاط. مجموعه مشتعله صعبه جدا جدا على المنتخب التونسي. اعتقد مالي وجنوب افريقيا حسموها. مالي وجنوب افريقيا في الصداره. نتمنى ان شاء الله المنتخب كل التوفيق لمنتخب تونس يعني طبعا في المركز الثالث ويعني يستمر او يعني ينتظر افضل توالد في المجموعه. شوف المجموعة اللي بعد كده. المنتخب المغربي ب4 نقاط من فوز وتعادل، المنتخب الكونغو بتعادلين وفي المركز الثاني، زامبيا في المركز الثالث بنقطتين وتنزانيا في المركز الأول. توقعاتك أول ثاني وأحسن ثالث ولا ما فيهاش أحسن توالد دي؟ لا ما هو هي بنجمع في الآخر أغلب منتخبات الأرقام. هي المغرب طبعا حسمتها، أعتقد برضو الكونغو بتأدي بشكل كويس مع ديسابر كمان، وديسابر مدرب كويس عامل فرقه كويسه. يعني طبعا اخيرا بنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الحقيقه، ان شاء الله كلنا منتظرين نخلص الحلقه ونطلع نشوف قعدتنا عشان نتفرج على منتخبنا باذن الله ان شاء الله. خير الخير وان شاء الله يكون بدايه قويه بقى، بدايه جديده لمنتخبنا ان شاء الله بفوزه النهارده. توقعاتك للنتيجه؟ ان شاء الله 2-0 منتخب مصر، وانا متوقع ان دي البدايه الحقيقه لمنتخب مصر، ان شاء الله هنكسب وهنروح. صعبه برضه على مصطفى محمد وتريزيجيه. طيب النهايه محمد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا سعيد جدا ان انا معاك، وكل توفيق لمنتخب مصر وبشكر قناه الاهلي جدا. شكرا جزيلا. دي كانت نهايه حلقتنا، دي كانت نهايه
غينيا الاستوائية الرابع خلاص ماشي اوكي جابوا الجون الرابع في ساحل العاج والدنيا بقت يعني صعبه جدا بالنسبه لمنتخب ساحل العاج على ارضه وسط جمهوره وغينيا الاستوائيه لغايه دلوقتي والمباراه لم تنتهي برباعيه نظيفه امام ساحل العاج. كل الشكر لحضراتكم وكل التمنيات الطيبه وكل الدعوات لمنتخبنا ان شاء الله بالفوز النهارده باذن الله تكون بدايه جديده لمشوار التامنه ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. نشوف حضراتكم ان شاء الله يوم الجمعه يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.